في تركيا أيضا أعلن رئيس بلدية أنقرة تغيير اسم الشارع الذي توجد فيه السفارة الأمريكية واستبداله باسم غصن الزيتون في إشارة للعملية العسكرية في عفرين، الأمر الذي يرى البعض أنه يعبر عن وصول العلاقات بين البلدين إلى مرحلة حرجة. حرب شوارع، هذا ما تخوضه تركيا حاليا مع العالم، ويبدو أنها باتت سياسة أنقرة في الرد على المختلفين معها عبر المكايدة بإعادة تسمية شوارعها. رئيس بلدية أنقرة أعلن أنه سيتم تغيير اسم ناصية قريبة من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة التركية ليصبح اسمها غصن الزيتون في ضوء العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا بنفس الاسم شمال سوريا ضد قوات كردية متحالفة مع واشنطن. يأتي ذلك غداة تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حذر فيها من أن العلاقات بين البلدين بلغت مرحلة حرجة يتوجب التعامل معها، وذلك قبل أيام من محادثات مرتقبة مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. إن علاقتنا وصلت إلى مرحلة حرجة، إما أن يتم إصلاحها أو أن تنهار بالكامل. المحادثات مع تيلرسون ستتطرق إلى عدة من الأسقة التي دمرت. إننا لا نريد العود بعد الآن ونريد خطوات ملموسة. وبدأت تركيا في 20 يناير الماضي عملية غصن الزيتون ضد وحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن في محاربة تنظيم داعش. ومنذ بدء الهجوم حذرت تركيا مرارا واشنطن من أن مدينة منبج قد تكون هدفها المقبل، وتسيطر عليها أيضا الوحدات الكردية إلى جانب قوات أمريكية. وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها أنقرة إلى دبلوماسية الشارع، فمطلع يناير أطلقت بلدية أنقرة اسم فخر الدين باشا على الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة دولة الإمارات نسبة إلى قائد عثماني انتقده وزير الخارجية الإماراتي في تغريدة أثارت جدلا بين أبو ظبي وأنقرة.